الشيطان وصراف الكشكي تسهل صافي دابا راه ما دانش الشياطين كيتربى العائلة بنادم يخشي بي بعدها والرمضان ان شاء الله المشكل عاد على الفاروس الله يسلمك انتوما انتوما تعرفوا الحقيقة من دابا انا تشوفوا المشاكل صافي استنوا المشاكل الليله الاولانيه اللي غادي نتسحروا فيها باش غدا نصبحوا صايمين ان شاء الله يا ربي السلام عليكم وباقي يكون خير ان شاء الله، حنا كنا قريب غادي نعملو 300 كفه
واذا كاين شي حاجه ما نقدرش نحددها مع الله اخي فرحان كخذ البيطات الصابون دو قشوع الحريره كتوسخ القشوع بزاف المهم قبلوا علينا لاباس كيري ملميلاده الفداوش وجوج كيلو د التمر لا هذاك غير كيلو كيلو يعني لا هذاك غير كيلو كيلو د التمر هادشي اللي كاين الاخوان المهم واذا كان شي حاجه لكم ميزان الحسنات ديالكم ان شاء الله دابا تقولوا لي ونقول سي 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 يعني شكرا بزاف الناس اللي كتثق فينا بعدا الله يرحم لكم الوالدين هذا شرف لينا الله باش الانسان يثق فيك ويثق فيك ويثق فيك وديك الفرحه ديال العيد عرفتي ديك الفرحه ديال العيد اللي كتمشي مع الام والاب وهذه وكيشريو لك ديك اللبسه سبحان الله واحد الفرحه كتنزل من عند الله سبحانه وتعالى وكتخرجوا للشارع شريتي العيد باقي ما شريتيش شريتي هذه لا بالعينات ولا غدوكم شو كاملين بكم غادي تكونوا الناس اللي كبارين يعني جوزنا هذه المرحله هذه وبحال حنا الحمد لله عشنا ببساطه الحاجه حلوه ما كرهناش ان شاء الله من العيد هنا العيد ان شاء الله اذا كاين شي حاجه غادي نفرحوا ديك العيون ان شاء الله صغيرين ونقدروا نعملوا شي مبادره نمشيو معاهم ونمشيو نعدي على الذوق ديال شي واحد خاص واحد المره ان شاء الله يا رب الله يستركم الله يحفظكم وغادي تبقاو معنا ان شاء الله باش نديو هاد الشيء هذا ان شاء الله يسلمك يا رب نفرحكم شبر معاك يلا 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 باقي لنا تابعنا الليل طويل شوف الاجر ماشي ساهل باش والو والله ما ساهل قسما بالله الا غير بالطقم ساهل اجر خصك اما باش الطباق صعيب اخوتي صراحه والله يجعل كل شيء في ميزان الحسنات الله يتقبل منا يا ربي الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود الله يجعل كل شيء اللي سام الله يجعل ربي يفرحو كما فرح هاد الناس هادو يا ربي يا ربي تفرحنا يا عيد بحنا ديك الفرج يا ربي والله الا كليته وهاد الليله العواشر والله الا كليته ما تحلفش بالله اقسم بالله هاد الليله العواشر حتى انا كي ديو واشو دابا دابا محمد كتحلف بالحق ما تقدرش ما تقدرش يتعرف اه عينا صوتك انا باش ندي انا ونطيب ونعطيه له انا وعدتكم 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 ودابا كناكد كنحلف شي نهار عند شي نهار عند ذبحو بلا يا ديو سا محمد حلف لك عليه محسن محسن فرج الف الدرهم ديو محمد صافي المهم بما غتوصل اخي محمد شكرا انا الاراده ديالي عيدة ونذبحوا زعما كل شيء واحد والله لك اما والله حتى انا كي وانا كنقول لك ديو قلتي 1000 درهم ولا 1000 درهم خرج ب 1000 درهم تاكلوا بنين عليكم صح ديو والله الا كنت هو ابن عندي اللي بغى يعمل معايا العيب ياكل الفرج اللي بغى يعمل معايا العيب المهم الاخوان هذاك
على الفراش. شوف اذا تشوفوا شي فيديو سهل طالعين كان كلاش واحد لو كلاش على الفراش. لا 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 الحقيقه تما انتما تعرفوا الحقيقه من دابا انا تشوفوا المشاكل شوف انا نوضح لكم دابا الاخوان اخوان شوف انا نوضح لكم من دابا باش ما تشوفوا المشاكل عرفت هذا ناوي على الغداره كريمه سافر صافي احنا نصالحوا السلام عليكم صافي استنوا المشاكل احنا قربنا نساليو ان شاء الله يا ربي كما كتشوفوا هذا الرزق ديال الله كامل كل شيء كيعاون ما شاء الله قول لهم اذا فرحتوا عم محسن 300 قفه واش غنعملوا في العيد اللي قد مريم قد اياد تبارك الله برافو اياد واش باقي فيك ما خدم ولا لا صار مشغول هو مشغول يلا الله يوفق الله يعاون ان شاء الله يا ربي عرفتي شنو تعمل اما عمل القفوف اللي بالطحين بكل شيء سمعتيني يا محسن عندك خلي تروشي يا يما يما سيحار